ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. يا نفرات العالم تفرقوا، يا نفرات العالم تفرقوا، فإن لم شملكم بعيد المنال، والانتظار صعب، فبعد وصولك عزيزي النفر إلى أرض الميعاد أوروبا عليك الانتظار لمدة عام أو أكثر لكي تأخذ الإقامة. وبالطبع يتخلل هذا العام كل أصناف التوتر والقلق، وفي النهاية ستنال الإقامة وستكتب جملتك الشهيرة على الفيسبوك: باركولي وأخيرا أخذت الإقامة، أو ستبقى معلقا ومهددا بالطرد إلى تركيا على الأرجح في حال عدم نيلك الإقامة. يعني كل المصاري اللي دفعته للمهرب راحوا بوش. لكن خلينا بفرضية انك اخذت الاقامة بعد سنة وبلشت بمعاملة لم الشمل، لم شملك يعني مع اطافيلك وعيلتك اللي راح يكونوا اما تحت سقف الوطن عايشين بسبب الحظ او بدول الجوار. واذا تيسرت امورك وامور العيلة وما طلع شي ولد من ولادك ارهابي وما طلعت مرتك مطلوبة للانتربول الدولي، فراح يكونوا عندك بعد سنة يعني سنتين واحيانا اكتر لحتى ينلم شملك مع عيلتك الكريمة. وبسنتين مو بس بني آدم بتغير، بتتغير أوطان، بتنمحى بلدان، وبيجوز أولادك ما يوصلوا كاملين. وبيجوز مرتك أول ما توصل تقولك طلقني، وبيجوز أنت ترمي على مرتك الطلاق وأنت عم تستقبله بالمطار. بقى اقتصروا يا نفرات وتفرقوا، انتشروا، هيك وهيك رح تتفرقوا، هيك وهيك ولادك رح يحلوا عنك بس يصيروا فوق ال 18، بقى تفرقوا، خاصة وإنه الاجتماع مع أي نفر ما بيجيب غير النكد، يعني شو بدك تحكي معه؟ بده يجيب لك سيرة معاملته المعصلجة، وبيته اللي تدمر، وأهله اللي ماتوا نصهم، وأنت رح ترد له بنفس الحديث تقريباً، رح تزعل عليه ورح يزعل عليك، ورح تقضوه زعل بزعل، بقى بلا لك هالقعدة من أولها، خاصة إنه هيك نوع من الأعداد بتأخرك عن تعلم اللغة. يعني لما بتشوف حدا تحكي معه بلغتك رح تتكاسل بطلب العلم، ورح تقول لحالك ليش لا اتعلم لغة، ماني مجبور، عندي معارف ورفقات بيحكوا بلغتي، بقى شو بدي بدروس اللغة. لذلك بلالك هالجماعات مع النفرات، هلأ حتى القعدة مع النفرات اللي من غير بلاد ما لك مصلحة فيها إلا من باب الاطلاع على مآسي الآخرين، بس بعدين رح تملها. يعني صار النكد أكبر من الهم على القلب، لك الهم صار أكبر من الهم على القلب، لك حياتك صارت هموم وأنت صرت هم، وولادك صاروا هم، ورفقاتك صاروا هم، ومرتك صارت هم، وجوزك صار هم، وأمك صارت هم، وأبوك صار هم، وأخوك صار هم، وأختك صارت هم، وبلدك صارت هم الهموم. وفوق اللي منا رح تلتقي مع نفر اليوم، يعني رح تلتقي مع باقة من الهموم. ما في نفر بدون هموم، هي شغلة إنه نفر فرايحي بدون هموم خسول إيدك منا. بقى اتصل يا نفر وغض البصر وكول بصل وانسى اللي حصل، ويا نفرات العالم تفرقوا قد ما فيكم، تفرقوا انتشروا. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.